أغرب الأشياء اللي وجدوها الناس على الشواطئ. رقم واحد، كرات التلج على إحدى الشواطئ في روسيا سنة 2016. لقوا مجموعة كبيرة من كرات التلج على طول الساحل الروسي، ودي تشكلت بفعل الرياح والطقس البارد، وبيقولوا إن الطبيعة عليها طريقتها في صنع الكرات دي. رقم اتنين، المخلوق العجيب. وجد الناس على الشاطئ المخلوقات الغريبة دي، وهي شبيهة للزجاج، وهي نوع من أناديل البحر ولونه أبيض شفاف في أزرق، وبتظهر كل 4 سنين على معظم شواطئ أمريكا، ولكن هي مش ضارة وبتظهر بالآلاف على الشواطئ، وده اللي بيخلي شكلها جميل لما تشوفها. رقم 3، السفينة المفقودة على إحدى الجزر في أستراليا. شاف السكان على الشواطئ حطام سفينة ضخمة جدا، ودي كانت غرقانة في المحيط الهادي من مئات السنين. وطبعا ده شيء مخيف جدا إنه الرياح والمد والجاذب بيطلع الحجم ده كله على الشاطئ، ولكن اعتبروها بعد كده سكان الجزيرة مكان سياحي. رقم 4، عظام من ديناصور. شاف بعض الناس عظم ديناصور كامل على الشواطئ في أمريكا، واستغرب الناس لأنه العظمة دي بقالها في المية ملايين السنين. وبيقول بعض الناس إنه الديناصورات كانت في أمريكا في يوم من الأيام، والعلماء درسوا العظام الهائلة دي واكتشفوا ان عمرها 80 مليون سنة. رقم 5، دولفين براسين. في احدى الشواطئ في تركيا اتصدم الناس بالمنظر الغريب ده، وهو دولفين براسين جرفته المياه على الشواطئ، وانصدم السياح لانه عمرهم ما شافوا حاجة زي كده ابدا، وكان عمره 12 شهر وطوله متر، وده شيء نادر جدا جدا انه يظهر. رقم 6، رسالة في زجاجة. اتعجب بعض الناس لما شاف الزجاجة دي، لانهم لقوا فيها رسالة مكتوبة من سنوات جرفتها المياه على الشواطئ، وهي لبعض الاشخاص انقطعت بهم كل السبل في المحيط، وكانوا عايزين يوصلوها لقرايبهم حبايبهم، ولكن للأسف ما عرفوش، وقاموا سكان المدينة بوضع الزجاجة دي في المتحف. قول لي انت بقى شايف ايه هي اغرب حاجة في دول. سلام.